أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من نوافذ برية. في مثل هذه الأماكن في كل عام في فصل الصيف نستضيف واحدة من أجمل، حسب رأيي هي الأجمل بين أنواع اليمام الموجودة في فلسطين، اليمام المرقط الأوروبي بألوانها السبع الهادئة والمتداخلة بشكل جميل جدا. تأتي في فصل الصيف لزيارة فلسطين والإقامة بها وتكسر سفرة الصيف وشحوبه. للتعرف أكثر على هذا الطائر خليكم معي. اليمامة المرقطة يمامة صغيرة الحجم إذا ما قورنت ببقية أنواع اليمام، ويصنفها دليل طيور الشرق الأوسط ضمن قائمة الحمام. ويبلغ طولها 25 سنتيمتر، أما وزنها فلا يزيد عن 150 جرام. تمتاز اليمامة المرقطة بسرعتها في الطيران، كما تمتاز بمزيج من الألوان يجعلها الأجمل بين أنواع اليمام التي تتواجد في بلادنا، حيث يغطي جسمها ألوان الأزرق والرمادي والأبيض والأسود والبرتقالي والأصفر الذهبي والوردي، وتتداخل كل هذه الألوان وتتوزع على جميع أنحاء جسمها في مشهد جميل أبحث عنه كل عام حين تزورنا في فصل الصيف. وهناك تطابق كبير بين الذكر والأنثى من ناحية اللون والحجم. اليمامة المرقطة طائر مهاجر لا يعرف عنه الاستقرار في مكان واحد طوال العام، ويتركز تواجد اليمامة المرقطة في ثلاث قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا. في موسم التكاثر تتواجد في الشمال، حيث تسمح درجات الحرارة المعتدلة ووفرة الغذاء لهذا الطائر بالتكاثر. وبعد نمو الفراخ واكتمال نضجها ومع حلول الخريف تبدأ بالهجرة جنوبا، حيث الدفء ومصادر الغذاء التي يتعذر توفرها شمالا. في الوطن العربي تتواجد اليمامة المرقطة كطائر زائر صيفي مفرخ في مناطق متفرقة منتشرة ما بين المحيط الأطلسي غربا في المغرب العربي، ويمتد إلى حوض النيل في مصر وفي فلسطين وبلاد الشام ومناطق متفرقة في الجزيرة العربية، كما تتواجد بنفس الصفة في كافة أنحاء القارة الأوروبية وروسيا وأجزاء من آسيا. في فصل الشتاء ينحصر تواجد اليمامة المرقطة على شريط في وسط أفريقيا يمتد من أثيوبيا شرقا إلى سواحل غينيا غربا، حيث يتواجد كزائر شتوي.
وتتركز موائل اليمامة المرقطة في المناطق الزراعية والواحات والتلال الشجرية، ولكنها على عكس اليمامة المطوقة ويمامة النخيل تتجنب المناطق الحضرية والمناطق التي تتكثف فيها النشاطات البشرية، إلا أنها تتواجد أحياناً في أطراف المناطق المبنية، خاصة في المناطق المحاذية للمناطق الزراعية حيث وفرة الغذاء والماء. وتتغذى اليمامة المرقطة كمعظم الحمام على الحبوب والثمار، حيث تتناول غذائها على الأرض ونادرا ما تلتقطه من على الشجر. في موسم التكاثر وفور استقرارها في أماكن إقامتها الصيفية بعد رحلة الهجرة الربيعية من أفريقيا، تشرع اليمامة المرقطة بالتجهيز لموسم التفريخ. وعادة ما تعشش اليمامة المرقطة على الأشجار، وهي كبقية اليمام لا تشتهر بقدرتها على بناء الأعشاش، حيث في حال بنائها للعش يتكون من أعواد قليلة وضعيفة غير متماسكة. ومن الشائع كذلك أن تقوم باستخدام أعشاش الطيور الأخرى. تضع الأنثى في الغالب بيضتين، وتستمر فترة حضانة البيض 13 إلى 14 يوما، ويتناوب الذكر والأنثى على حضانة البيض، كما يتعاون الذكر مع الأنثى أيضا في رعاية الفراخ والتي تستمر لمدة 20 يوما. وتصل الفراخ الجديدة لسن التكاثر وعمرها سنة واحدة. ومن الشائع أن تعشش أكثر من مرة في الموسم الواحد، حيث أن بإمكانها تعويض الأعشاش التالفة أو الفراخ التي تفترسها الطيور الأخرى. تصنف اليمامة المرقطة كطائر غير محصن من الانقراض، وذلك حسب سجلات الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN. وقد شهدت أعدادها انخفاضا سريعا في معظم أماكن انتشارها في أوروبا، كما أنها تعرضت لمعدلات أعلى من الانخفاض في روسيا وآسيا الوسطى. وتعزى هذه الانخفاضات إلى عدة عوامل، أهمها فقدان أماكن البحث عن الطعام وأماكن التعشيش، كما تعاني اليمامة المرقطة من الصيد الجائر على طول مسار الهجرة ذهابا وإيابا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من نوافذ برية، والتي تحدثنا فيها عن
اليمام الأوروبي المرقط. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا للمتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع تحياتي عماد دواس.